اعرفك في الفيديو ده يا جماعة ازاي تطهر مكان فراخك. انت لو عندك فراخ تسمين، عندك فراخ بلدي، عندك فراخ ساسو، عندك بط، عندك وز، سواء بقى بعته ذبحته، المهم انت عاوز تجيب كتاكيت تاني او عايز تجيب طيور مكانها تاني، فانت اكيد بتسأل السؤال ده: انا اطهر المكان عندي ازاي؟ انا انضفه ازاي؟ هل مجرد ان انا اشيل كده السبله ديت اللي هو التبن اللي قدامنا ده، الفرشه ديت، مجرد ان انا اشيلها كده وخلاص، او اغسل بشويه ميه وخلاص، او اغسل بكلور وخلاص؟ كل ده مش له صنف العازه. ليه؟ لان مش كل المطهرات بتقدر على كل الامراض. يعني ابسط مثال الكوكسيديا، انت فكر ان الكلور او الفورمالين بيقضي على الكوكسيديا، لا، الكلور والفورمالين مش بيقضي على بويضات الكوكسيديا. هقول لك انا دلوقتي ايه اللي هيقضي عليها في الفيديو ده، فتابع معانا لان الفيديو ده هيفيدك جدا 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 يا جماعه. احب اعرفكم بنفسي الاول، انا محمد رضا طبيب بيطري، انا يا جماعه جيت هو هنضف بنفسه قدامكم وهوريكم ازاي ننضف وازاي نطهر مكان صح، فانا تعبت جدا عشان اعمل لكم الفيديو ده. فبقى يا جماعه لايك للفيديو واشتراك في القناه لو انت اول مره تسمعني، وشجعونا بقى كده، خلي الفيديو ده يطلع ريتش عالي، تمام؟ انت اول حاجه هتعمل ايه؟ سواء بعت الفراخ، بيبقى عندك العلافات، شفت الحتت ديت؟ زي دي كده وزي دي كده وزي دي كده، تمام؟ وهي دي كده كان مكان العلافات، انا شلت العلافات وشلت الحجاره اللي كانت تحت العلافات، المهم هتخلي المكان زي ما انت شايف كده. طيب، خليت المكان زي ما انت شايف كده، هنعمل ايه؟ بصوا يا جماعه كده معايا فوق، بصوا في عنكبوت اهو، بصوا شايفين عنكبوت؟ بصوا شايفين عنكبوت؟ شايفينه؟ واضح، هيظن كده واضح جدا في الفيديو. انت تروح جايب ايه؟ هتروح جايب مقشه، مقشه يا جماعه، وتروح ايه منظف كل العنكبوت اللي فوق ده كله. انا هعمل كده بس عشان وقت الفيديو، هقص الفيديو دلوقتي وهرجع لكم بعد ما انا نظفت العنكبوت دوت، تمام؟ هات السقف، ثم نص الحيطه اللي فوق، ثم نص الحيطه اللي تحت، تمام؟ نظفت كده من المقشه اللي هو على الناشف، يعني شلت العنكبوت اللي هناك ده وكل القرف ده كله. هتعمل ايه تاني بقى؟ السبله ديت يا جماعه هتشيلها بقى وترفع كل السبله دي كده بره، تطلعها بره المكان خالص. وبعد ما نطلع السبله هقول لكم هنعمل ايه، تابعوا معانا الفيديو. انا هوقف الفيديو دلوقتي وهرجع لكم بعد ما نخلص دلوقتي يا جماعه. رجعنا لكم تاني بعد ما شلنا السبله، بعد ما شلت السبله كنست المكان وحكيت اي حته سبله نازله في الارض. بعد كده عملت ايه؟ بعد كده زي ما قلت لكم بنغسل بميه بصابون، ميه بايريال، ادي كده ميه بايريال اهي معايا، وكبيت اهو في الارضيه مقشه زي كده اهي، وبتدعك بقى الارضيه ده كلها. وركز ركز، ده مهم جدا. بص شايفين السيف ده بيبقى شايل فين ده ايه؟ اكد عليه ومن الارضيه مثلا، ادي الارض اهي، من الارض لحد مثلا هنا كده، ده برده من حته القشه اهي زي ما هي، او بالمقشه تدعكها لي كده اهي، تدعكها كده وبعدين تكب عليها ميه تاني. ليه؟ لان اول نص متر من الارضيه الفرخ برده بيكون متبرز عليه زي ما احنا شايفين كده، فلازم تنضفه كويس، تمام؟ انا هقفل الفيديو دلوقتي وهرجع لكم بعد ما نمسح المكان ونظبط المكان خالص بميه بصابون، وهقول لكم الخطوه الجايه نعمل ايه عشان نقضي على اي بقى ميكروبات عندي. انا تعبت جدا يا جماعه عشان اقدم لكم الفيديو ده، فيا ريت بقى ايه لايك للفيديو وكومنت جميل كده تقول لي رايك، ولو انت اول مره تسمعني اشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، فدعم بقى يا جماعه كده منكم. طيب يا جماعه، احنا زي ما احنا شايفين كده مسحنا الاوضه اهي، بعد ما مسحنا بايريال او صابون سايل بميه وتكنس الاوضه كويس زي ما انا قلت لك. طيب يا دكتور محمد، انا عارف ان في ناس هتعلق وتقول هو احنا ينفع نربي على بلاط؟ انا بقول لك لو هتربي على ارض مصبوبه اسمنت ده احسن من البلاط، بس لو انت مش قدامك فرصه غير البلاط فربي على بلاط عادي. انا اهو بربي على بلاط، بس الافضل ان هي تكون اسمنت. ليه؟ عشان الاسمنت بيمتص نسبه من الميه، اما البلاط بيخلي الفرشه رخمه معايا، عشان كده انا بحط جير وبحط تبن على طول وكده، يعني انت فهمت؟ عشان انا عارف في ناس هتقول على الملاحظه دي في الكومنتات. احنا اهو بعد ما عملت ادي كده ميه بكلور اهي يا جماعه، ميه بكلور. هعمل ايه بالميه بكلور ديت؟ هرش بيها الحيط ارتفاع متر، وهرش بيها الارضيه، وبعدين امسح. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده تسيب الاوضه بقى يوم، تقفل باب الاوضه وتقفل الاوضه كلها يوم. تاني يوم هتجيب حاجه اسمها كربونات صوديوم، هتجيب حاجه اسمها ايه؟ كربونات الصوديوم، كربونات من عند العطار. هتجيب تمنه، تمنه كربوناته من عند العطار، هتحط التمنه على 6 الى 7 لتر ميه، من 6 ل 7 لتر ميه، وهترش بيهم المكان والحيط برضو ارتفاع متر والارضيه. بعد ما ترش الارضيه وتمسحها بال 6 لتر او ال 7 لتر، انت كده المكان عندك بقى 100%، مفيش اي ميكروبات، مفيش اي بكتيريا، المكان بقى عندك سوبر، تجيب فراخ وانت مطمن، ما تخافش من اي امراض او اي فيروسات كانت قبل كده. احنا كده قتلنا الكوكسيديا، قتلنا كوليستيريديا، قتلنا جميع الامراض البكتيريه
والامراض الفيروسيه. تمام، انا تعبت جدا بقى يا جماعه عشان اوصل لكم الفيديو ده، فيا ريت بقى يا جماعه اشتراك في القناه ولايك للفيديو عشان المجهود اللي انا بذلته معاكم، وقول لي رايك ايه. خش على القناه هتلاقي رابط جروب التليجرام، وانضم لجروب التليجرام لو عندك اي مشكله اقولها لك. وبفكركم كل جمعه بننزل لايف مجانا، محاضره مجانا لكل متابعين دكتور محمد. استودعكم الله في حلقه جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.